مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم على قناه ست البيت وبرنامج فلفل شطه. معانا مسابقه حاميه جدا يا جماعه النهارده، والجائزه بتاعتها هتبقى مفاجاه في اخر الحلقه يا جماعه. وعايز اقول لكم كمان ان لو في اي حد عايز يتصل بينا او يشاركنا او يشترك معانا في المسابقه يا ريت يكلمنا او يبعت لنا رسائل على الارقام اللي ظاهره على الشاشه. ولو في اي سؤال برده مستنيه على صفحه البرنامج على الفيسبوك. وكمان يا جماعه عايز اقول لكم ان المسابقه دي عشان يبقى فيه في كل بيت شيف، وما تنسوش المسابقه مش في الطعم بس، لا ده في السرعه وفي طريقه التقديم كمان. معانا النهارده اتنين متسابقات جامدين جدا يعملوا لنا مسابقه جامده. معانا النهارده ناهد، مدام ناهد. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. حضرتك بتشتغلي ولا ربه منزل يا فندم؟ لا ربه منزل. ربه منزل يعني الطبيخ ده لعبتنا ولا ايه؟ صايعه طبيخ. صايعه. حلو الكلام، واضح كده من الاول ان احنا هندوق وهنقول احلى كلام النهارده مع مدام ناهد. ومعانا كمان النهارده سمر. انسه سمر. اهلا بحضرتك يا انسه سمر. حضرتك بتشتغلي ولا بتدرسي يا فندم؟ لا بدرس. بتدرسي ايه؟ كونسرفاتوار. تمام. موسيقى غذاء الروح. وعايز اعرف بقى حضرتك اخبار الاكل ايه، ولا الفن شاغلنا عن الاكل؟ الاكل اصلا فن. الاكل اصلا فن، واجابه جامده جدا. طب عارفين قواعد المسابقه بتاعتنا؟ لا. طيب احنا الاثنين بنبدا نفس الوجبه قدامنا. معانا هنقدم لكم جمبري بالكاري يا جماعه. احنا كده جاهزين للمسابقه. في حاجه ناقصه؟ لا، عايزين بقى الفراي بان. حاضر، هنبدا حالا دلوقتي. بس نبدا احنا الاثنين مع بعض. 5 4 3 2 1 ومسابقتنا بدات. وانا بقيت ضيف معاكم يا فندم. دلوقتي حضرتك المطبخ ده بتاع مدام ناهد وانسه سمر، وانا قاعد بتفرج عليكم دلوقتي. احنا بدانا اوريدي. اوكي تمام. المجمجال دخلت. طيب ممكن برضو نشتغل على العين اللي جنبها. اتفضلي يا فندم. بس عايزين لك السمر حتة جنبك. طيب. اكيد يا طنط، اتفضلي. ماشي يا حبيبتي. طيب هولع لحضرتك بوتاجاز ثانية واحدة بس. المدام انت بتقلديني يا سمر. نعم. انت بتقلديني كده. انا بقلدك؟ يس. طيب يا جماعة عايز اقول لكم ان مدام ناهد شكلها يعني صراحة نو كومنت يا طنط. ليه يا لولا؟ تعالي، ده انت كونسرفاتوار، ده انا بحب الغنى. تعالي. فعلا حضرتك بتحب الغنى؟ طبعا. طب بندندن بقى واحنا واقفين في المطبخ ليه يا مدام؟ طب بتدندني تغني لمين؟ بتونس بيك وانت معايا. الله، لا نكمل بقى، نكمل الاغنيه. لا كفايه عشان سمر ما تزعلش. لا انا عايز اسمعها. سمر هتزعلي لو غنيت؟ لا طبعا. اوكي نكمل. أحب بقى احب اسمع صوتك. وعلى فكره يا انا ممكن اقيم صوتك كمان، اقول لك ينفع تغني او يا لا. يا ولد والله انا حاسه ان انت متمكنه جدا. طيب بس مش كل حاجه بقى يا سمر، بلاش الغرور ده عشان ما تزعليش مني، عشان انا مش بحب المغرورين. خليكي كده فريش يعني. غرور؟ لا يعني بس بعض بالراحه. ايه؟ بالراحه عشان ما حدش يسمع. بالراحه؟ طيب عاجبك كده يا شيف؟ لا يا فندم. طنط بتتهمني بالغرور وبتقول لي خلي الكلام يبقى بيننا وبين بعض عشان ما ازعلكيش. تخيل دي نصيحه مدام ناهد بتقدمها. لا بصي، انا ما قلتش ما ازعلكيش، انا قلت عشان يبقى بيننا احنا ستات زي بعض يعني. حتى لو انت ليا طنط اوكي، انا اكسبتد يعني، مفيش مشكله. لا احنا مش ستات زي بعض، حضرتك طنط وانا لسه بنوته صغيره. ربنا يديك الصحه. ربنا يكرم يا فندم ويدي حضرتك كمان. بس خلي بالك علشان دي بتاعتك ودي بتاعتي. اوكي ما احبش بقى ايه يعني. تمام يا فندم. طيب حبيبي انا عايز اسال دلوقتي يا انسه سمر. طب شايف انت ليه معلي هنا شويه عالي عليها؟ حضرتك يا فندم انا مش عايزاه عالي قوي. هو نفس درجه الحراره. لا ما انتي عارفه انا اقول فاشن. لا يا فندم حضرتك ما تقوليش كده. اكيد انا عارفه باين ان ده يوم فاشن. حضرتك عادي يعني، عادي. اهم حاجه خليك انت بس في الحوار بتاعك. انا عارفه ان انت اولد فاشن. يس. لا يا فندم ما تقوليش على نفسك كده. وليا الشرف عادي يعني. لا حضرتك يا فندم منورانا ومشرفانا. لا خليها عايشه الدور، خليها عايشه الدور. طيب على فكره بصي انا مش بتعصب بسرعه. لا واحنا مش عايزين عصبيه. لا ان احنا طبعا في تصوير وكده ف كام داون. طب واصلا حضرتك تتعصبي اصلا ليه؟ عشان طريقة كلامك مش لطيفة. لا طريقة كلامي أنا مش لطيفة؟ فعلا. يعني حضرتك أنا مش بحب الكذب يعني. بصي أنا عشت على قد ما عشت طفولة في أمريكا، ما بحبش حد يكذب. أنت مش لطيفة، داخلة من ساعة ما داخلة وأنت متحفزة لي. ليه؟ أنا مش عارفة، في بيني وبينك حاجة الله أعلم، مش عارفة بصراحة. يعني انا يعني انا يوم مثلا حتى ما اعمل اللي حضرتك بتقولي عليه ده، هعمل يعني ده مع حد من سني.
اقل حاجه يعني. لا لا سيبها يا شيخ، لا سيبها، طلع لعندها في دي حاجات بتبقى نفسيه، خليك تطلع. لا يا فندم اتفضلي اتفضلي. طيب انا قولي، انا عايزاك، انا عايز اسمعك ايه المشكله، اصل الحلقه بينها هتبقى عيده كده، فاوكي هتبقى ايه حلقه عيده يعني ايه؟ اوه يعني عيده. ليه كده بس يا مدام؟ مش عارفه صراحه، انا قلت من الاول البنت دي مش مستريحه لها. ليه بس حضرتك؟ بس انا بجد يعني انا الكلمه اللي انت قلتيها دي، بصي بصي بقى عشان في ناس واقفه. سيمونس لحسن موسي، انا ممكن مجنونه. نعم انا مجنونه. حضرتك يا فندم من اوه بجد؟ اه والله. طب حضرتك ليه مش بتروحي تتعالجي؟ لا ما اقدرش عشان انا معالجه اصلا يعني. لا حضرتك بتقولي لنفسك ان انت. لا والله يعني... اه والله وانا بعالج برضو. بتعالجي ايه؟ اللي زيك. هو طب ما حضرتك اصلا يعني ما بتشتغليش وقاعده في البيت. معلش مستنياكي لما تيجي تاكليني. هو حضرتك طب بتعالجي في البيت ولا عندك عياده؟ انت مالك، انت انت مالك؟ دي حاجه تخصك انت. قلتي انا في الكونسرفتوار، انا اتدخلت في اللي انت قلتيه؟ لا اسم الكونسرفتوار. انت جايه، انت جايه تشتغلي تعملي بروجرام معايا. بليز لا لا بلاش بليز، عشان انت اللي يو جانا سبيك انجلش، اي ويل سبيك انجلش، اي نيفر نيفر كان تاتش مي. اوكي طيب اوعي بقى شويه عشان انت كده طريقه غبيه، انا مش بحب كده، انت كان عصبيه ما تخلينيش. اوكي ايه ده ايه ده؟ ايوه ايه ده ايه ده؟ طيب انا مش إيه عارف، الجو بقى متحفز جدا، الجو حر جدا. انا عايزه نبكن. حاضر يا فندم، بعد اذنك نجيب حضرتك حاجه. حاجه اسمها نبكن تعرفيها؟ نبكن كلينكس. او والله كلينكس. ايه ده؟ مفيش وايبس؟ لا للاسف مفيش. يا جماعه عايز اقول لكم ان المسابقه حاميه جدا وشامم ريحه الاكل التحفه يا مدام ناهد. وايه بقى الاكل الاسرع اكل احنا ممكن نعمله لو مزنوقين في الوقت يا مدام ناهد؟ ممكن نعمل ايه؟ تنصحي الناس تتفرج علينا نعمل لها ايه؟ انصح الناس ان هم يعيشوا حياتهم عاديه جدا، يخشوا المطبخ يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ويلتزموا ويعملوا كل حاجه حلوه. مفيش واحده ست ما بتعرفش تطبخ، مفيش بنت ما بتعرفش تقف في المطبخ، بس بيبقى دلع شويه، دلع شويه دلع بس. طب وفي رجاله برده ما فيش رجاله؟ تعالي شيف من فضلك اعملي على من فضلك. انا سالتك انا يعني بساعد. لا لا ما لا ما تساعدينيش، انا بساعدك. مالكيش دعوه، انت عايزاه على انت مالك بساعدك. لا لا اي دنت اسك يو، انا بساله. انا مع حضرتك، حضرتك عايزه اديك بيرميشن على درجه ده حاجتك حاجت. مش دي حاجتك؟ حاجتي يا فندم. اوكي احنا عندنا اصول في التربيه بتقول كده، لما اكون حاجه حد بستاذن استاذنتك. اوكي هي على البلس. خلاص بصي شيليني من دماغي، احنا بنقلب البلس والماينس. سوري يعني يعني احنا مش مستنى بعض عشان احطك في دماغي اصلا. لا يا فندم معلش يا فندم. عبيطه؟ لا 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 حضرتك ضيفتنا، ضيفتنا ويعني منورنا. لا انت عبيطه. سوري والله العظيم انت عبيطه. سوري عايزه اسالك على حاجه، ما سمحتيش. انت طبيعيه ولا شكل كده مصطنع؟ مش عارفه. هو درجه شويه. لا لا خليها عشان انا مش عايزه الميه كتير. طيب هو كان المفروض نعمل معاها رز بسمتك وريبر اي حاجه. تمام. بس مفيش بقى رز عشان الوقت. ايوه بس صدقني ريحته جميله حتى طبعا. لو ما عجبش الشاميتشين. ثانك يو موست ويلكم يا ماما. وعايز اقول لك ان حضرتك منورانا يا مدام. ممكن طيب تستت يعني بس ادوق بس أكيد عشان انا مش عارفه الادوات دي. انا لسه هي شكلها ما اعرفش شكلها متمرنه. شكلها متمرنه على حاجه يعني. انت سريعه سرعتي عني وروحتي ودي دي 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 دي. انا لسه بفهم ده ايه وده ايه يعني. مش فاهمه في حاجه. انا شكلي متمرنه؟ اه والله. تمام يا فندم. هو الموضوع يعني انا عشان لسه صغيره فلسه يعني عندي طاقه يعني. يا طنط ممكن اعلق بس على حاجه؟ بس كلمه طنط طالعه منك بايخه. يا طنط حضرتك بتقولي بتمرنى على حاجه وحاجتها بتعملها بسرعه. انا بعمل حاجتي بسرعه علشان انا لسه صغيره وعندي طاقه، وعندي طاقه اروح بسرعه واجي بسرعه واعمل حاجتي كلها بسرعه. انما حضرتك يعني اكيد برضو السن مأثر عليكي. شايف في بيبرونات هنا؟ لا للاسف انا ما جبتهاش. يا النبي المره الجايه جن خلاص نوم الحلقه اللي خلاص هتبتدي تبكي معايا يا عيني. والله العظيم صعبه، انت عارفه صعبانه عليا. طيب. والله العظيم غلبانه. ربنا يشفي يا رب. بسرعه كبيره جدا يا جماعه. وعايز اقول لكم ان ريحه الاكل تحفه. هي دي الاكله. وسيبكم بقى من الحركات اللي هي عاملاها ديت. ربنا يعني ايه اهم حاجه هدي النفوس. بعدين يا شيف عايز اقول لك على حاجه معلش يعني. يا ريت بقى تفهم حبايبك ان الحاجات الجرين وريفر مفهوم ما تتحطش على القلي يعني. بعد ما تخلصي يا مدمزال تعلمي مني برضو يعني. انا زي نناه، مش هقولك مامو، انا نناه، اعتبريني نناه. اوكي
لان انت عيني سونتوده خالص يا اختي حلوه اختي جميله يا اختي. حضرتك طريقتك فالجر فالجر مش فالجر فالجر ده الفرنسي. خليها بقى شويه كلامك تلياني. انت شكلك والله ignorant ولا فاهمه حاجه. مزبوط. ولا بتفهمي مزبوط. حاجه مظبوط حقيقه وعيب عليك. مزبوط. عيب مزبوط. عيب مزبوط. انت جايه ناس دافعه فلوس وناس بتعمل برنامج انت جايه تبوظي لهم البرنامج. انت هبله يا بنتي. طيب من فضلك حضرتك بتطولي بس بقى تطول بس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده اسلوب. قلت لك ايه ده 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 يلا يا حيوانه بقى. ايه ده ايه اللي حضرتك بتعمليه لك يلا عشان انت عصبتيني. ايه ده انت عايزه اقول لكم مجنونه. ايه انت بتعمليه ده نورمال. ايه ده يا الله ايه انت بتعمليه ده. نرجع لكم برنامجنا على اذنك على اذنك على اذنك. اوعى بقى انت عشان البنت الفرده دي يا امي جميله هعملك ازاي تنيش برد بس يا حيوانه. لا 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 ايه اللي حصل بس ده يا مدام. ماما يلا بنت انت شكلك كده جايه من ما اعرفش منين. ايه حصل بس ده يا مدام بالراحه. مش عايزه اقول بقى حته مش لطيفه. لا حضرتك طريقتك بلدي فالجر موت. انت فالجر موت. انت فالجر يخرب بيت دماغك. لا الصراحه اديت لها صح يعني. ايه ده اديت لها صح اديت لها صح. اشكال غريبه. ايه ده حقيقي ده ده من بره يعني عارف حضرتك بقول لها اهلا. على فكره بقى انا هكمل المسابقه وهبقى موجوده. ايه اللي روحي على عينك. تعالي يا بنت انت إيه حتى, حتى شواتير تعالي تعالي يعني ايه شواتير. تعالي اكستنشن تعالي يا حيوانه. لا 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 نفسك بقى انت بتقول انجلش انت ولا فاهمه حاجه اي حاجه. حد يلحقها زي دي. انت عشتي في امريكا وتربيت في امريكا. امريكا دي انت محدثه على فكره. انت واضح جدا ان انت محدثه. انا المحدثه محدثه. اه ايه علاقه امريكا بالبرنامج. ايه علاقه امريكا بالبرنامج. خلاص عشان محدثة. انت محدثه اي حد. انت محدثه انا عايزه اعرف حاجه. ايه علاقه امريكا بالبرنامج. ايش حتى لو انت محترمه انت محدثه انا اكبر منك سنا مزعه. خلاص يا طنط ده معناها ان هي طنط. ده يا طنط. ايه طنط ده. لو سمحت لو سمحت طنط دي يا بنتي حلوه بس منك انت مش عاجباني. طيب لو سمحت ما تتكلميش مع الضيفه. انت فوتوليه. لو سمحت لا 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 قابلتي ولا حاجه. انت جايه كده من حته كده رعايه. ليه حد ينهي الكوافير بتاعي. الكوافير بتاعك. لا هو انت هنا شغاله. لو سمحت الكوافير ايه بتاعك اللي جايباه معايا. انا جايه هنا اصور فلازم يبقى في كوافير معايا. مش نورمال. طيب لو سمحت لو سمحت بس لو سمحت ما تكلميش المدام. ما تكلميش المدام لو سمحت. لو عايزه لازم طبعا اجيب الكوافير معايا. لازم طبعا اجيب الكوافير معايا. جاي اصور واقعد جاي دجي تحت. نعم دجي تحت. بليز ما تغلطيش. يعني انت جايب الكوافير يا مدام. يا مدام يعني انت جايب الكوافير من غير دجي. ما انت بنت صغيره. المفروض انت الساعه بقت كام؟ سنه بعد اذنك بقى الساعه 12 وربع. في واحده محترمه هتقعد 12 وربع وحضرتك مش قاعده الساعه 1. انا ست متجوزه انت لسه مدمزال. المفروض على الساعه 8 تكوني في بيتك. ليه مش كده عشان انت انا تربيتي وثقافتك غير تربيتك وثقافتك. ياي طيب احنا بس انا ثقافتي وتربيتي كده. ايوه صح 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 يعني انا كمان اهلي مديني ثقه. الكلام ده يعني اولد فاشن موت. 8 بالليل. ايه 8 بالليل ده. انت تعرفي يعني ايه اولد فاشن. اه عارفه يعني ايه اولد فاشن. مين وات ذا مينينج اوف اولد فاشن. ها طيب يعني ممكن يعني انت واخده شاور قبل ما تيجي. ممكن بس اكمل الحلقه. ريحتك سميل فيري باد صراحه. ثانك يو. ممكن اكمل الحلقه بس ما دام استاذ حضرتك. طبعا حضرتك مدام خلاص كده على الهوا. احنا لسه نطلع على الهوا حالا يعني. لا كده احنا كل ده في البريك. اوكي يعني ده ما تصورش. اه طب طب بصي بقى لحظه معلش. لا بصي لا معلش كات بليز. احترمي نفسك عشان انا ممكن اجيبك من شعرك. ورجعنا لكم يا جماعه بعد الفاصل. وعايز اقول لكم يا جماعه ان المسابقه على نار حاميه قوم لقلبه كمان. ولو في اي حد عايز يشاركنا بالتليفونات او باتصالات او بالرسائل وعايز يشترك معانا في المسابقه يا ريت يبعت لنا على الارقام اللي بتظهر قدامكم على الشاشه. نعم نعم يا فندم. طيب يا فندم التليفونات حاضر. في تليفونات كتير جايه لنا. حاضر هنرد على اكبر قدر ممكن من التليفونات يا جماعه. عايز اقول لكم كمان ان لو في اي حد عنده اسئله يا ريت يبعتها لنا على صفحتنا على الفيسبوك. ويا جماعه النهارده كنا بنعمل لكم الطبق الجمبري بالكاري مع مدام ناديه وانسه السمر. ناهد مدام ناهد. او بص اقول لك على حاجه. ام احمد
لا يا فندم. ايوه انا ام احمد. ايه اسامي أحمد. وانا كمان لا عليك يا فندم احمد، ده شيء يشرفني ان انا اسمي على اسم حضرتك. ايه لا عليك، غصب عني. لا عليك يا بنتي، لا عليك. ولي الشرف ان ليه ابن احمد. اول ما اشوف اولادك كده شكلك كده لا هتتجوزي ولا تدفعي جواز اصلا، وترى لا يكون في عونه الا حياتك. مين اللي بيشتغل بقى؟ ثانك يو، حضرتك اخلاقك عاليه قوي. ثانك يو ثانك يو. لا انا مبلغ ايه وايه انا حطيت ده، انا كنت بتعامل مع الامريكان الزنوج النيجر، تصوري كانوا يترعبوا مني. سوري يعني ايه علاقه والله الامريكان؟ انتي الامريكان انتي عشان انا عشت حياتي اكتر هناك. انتي عايزه تاهيل من اول الف ب. طيب. اوكي تمام. عايز اقول لكم يا جماعه ان انا سعيد جدا النهارده ان انا كنت، انا بعتذر لك طبعا على الشو ده لان هي اوريدي ولا اي مشكله. وعايز اقول لكم يا جماعه ان انا مبسوط ان انا كنت مع مدام ناهد النهارده وانسه سمر، والمساواه بتاعتنا مستمره. فاصل وهنرجع لكم عشان لا 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 نتيجة، وهنرجع لكم يا جماعه بعد الفاصل. لا 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 انت ده مين ده يا حيوان؟ ايه ده يا خبيه؟ ايه ده ايه اللي انت بتقوليه ده؟ من فضلك يا استاذه، من فضلك ما تقوليش الكلام ده. انا ما اسمحلكيش، انا ما غلطتش، انا ما اسمحلكيش، انا كلمه هي، انا ما اسمحلكيش. بيت مين يا حيوان؟ والله العظيم انا ممكن اشوف بطاقتك عليكي جايه من حته ليس لها طعم ولا مزاج. يعني هكون جايه منين؟ من المريخ؟ ما انا ما اقدرش اقول لك اي كلمه عشان انت خساره تكوني من اي منطقه صراحه، حتى اقل واحد في اي منطقه احسن منك. بليز يا بليز يا طنط، انا يعني انا بحاول. انت عارفه يعني ايه معنى الطنط؟ انت لما تقولي انا طنط وانا قريبتك يا جهله. شوف بعد اذنك دي بره، امال اقول لحضرتك طنط دي؟ طب استاذنكم يا افهمي، طنط دي تتقال للريلاتيف اقارب. انت يا قريبتي ولا هي طنط وخلاص او اي حاجه كده؟ انا مش طنطك. بس انت زي طنط. محب؟ لا مش زي برضه. انت زي لا طنطي. لا مش زي. انت في سن انا ما اعرفكيش وما احبش اعرفك. انت في سن ما ينفعش اقول لك غير يا طنط. يا حبيبتي سني ده على عيني وراسي، انا لن اخجل من سني. انا عشت حياتي عقبال انت ما تعرفي تعيشي ربعها. فدي حر فدي حر فدي حر، الله يصعبان عليا. انا حرانه جدا 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 جدا. هتقول يا جماعه هتعيط. هتعيطي يا لولو؟ يا حبيبتي معلش معلش. اوكي معلش. اكلك اهو بقى اللي انت فرحانه بيه. تعالي يا حيوانه. كفايه عليك يا الرعب بتاعك ده يا جبانه. مجنونه والله. اعمل لها ايه دي؟ دي واحده بص حط ده على اكلها يا حيوانه، ده على اكلك يا هبله. ايه الجنان ده؟ ايه الجنان ده؟ مش ممكن مش ممكن. ايه اللي حاصل ده؟ مش ممكن. ايه اللي حاصل ده؟ كده والله صعبان عليا. وده يتاكل ازاي ده؟ انا عارفه. وده احكم ازاي وادوق ازاي؟ لا انت ما تحكمش خالص، انت مالكش سهوة بعد البهدله اللي اتبهدلتها دي. طيب انا هشيك على على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه، انت فعلا ام احمد لان الانجليش بتاعك فيه تكه بلدي موت. اوه معلش هتعلم واخد كورسات بسببك يا اوشا. يا ايه؟ يا اوشا. اه اوكي. انت اسمك اوشا؟ اسمها ايه؟ البلوه دي اسمها ايه؟ انيسه سمر. انيسه سمر ايداوي الصراحه. انت فاهمه انا قلت ايه؟ كويس بتعرفي انجليزي، والله انت ما تعرفي حاجه. اوكي اوكي. بقول لك ايه يا شيخ؟ سيبك بقى من الكلام مش حاجه كبيره. بريك طبعا يا جماعه صح؟ بريك ايفون. طيب سيبك من الكلام ده، تعالى هعشيك عشوة حلوة. طب اكيد انا ليا الشرف. يلا والله العظيم سيبك من الشو بتاع البنت العيانه دي. طب اقول لك على حاجه؟ هو انت جايه هنا عشان تاخدي الشيف ده على الشيف؟ حبيبي انت مالك زعلانه ليه؟ هو انت مش لاقي حد يعبرك اصلا؟ طب. لا بس انت كده متجوزه المفروض يعني صح؟ مالكيش دعوه مالكيش دعوه. طب نرجع مكانها بس يا مدام. يا عيني علينا. حطيه بصي حطيه في صدرك والله، حطيه هنا حطيه هنا. انا مش قادره حطيه هنا عشان خاطر يعني مش قادره اصدق. معلش يلا بيت. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ فعلا انت اسلوبك ده مش يلا يا عبيطه. طب نرجع مكانها يا جماعه عشان انت مصدقه نفسك. انت بتفكريني بواحده حياه ربنا بس كانت عيانه جدا عنك شويه بس يعني انت فكرتيني بيه الله يخرب بيت دماغي. طب نرجع طيب مكانها عشان حلو. عاد عيط يا جماعه من فضلكم من فضلكم، محدش يصورها وهي بتعيط. يا مسكينه يا مسكينه. اوعي الرموش تقع عشان الهوا. اوعي يا حماره الرموش هتقع يا حماره. استاذنك بس عشان نطلع هوا. هتطلع حماره. هنطلع هوا. ايه ده؟ ده اكلها ده؟ لا 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 ده اكلي انا. محترمه عنك انا هدوق عشان جعانه يا غبيه. على فكره حضرتك عماله طول الوقت يعني تغلطي صراحة. تغلطي تغلطي. انا اشتمك عارفه ليه؟ في بعض الاحيان علاج مهم جدا للبني ادمين اللي زيك لما يتشتموا يمشوا بالكرباج يوم فظاع فظاع. انت عايزه كرباج يعني؟ انا بقول لاي حد
يا جماعه طب انا عايزه اعرف حاجه، انتوا انا عايزه اعرف حاجه واحده بس مهمه، انتوا لما تعوزوا تجيبوا اتنين في البرنامج مش تجيبوا اتنين اعمارهم قريبين من بعض عشان ما تحصلش النفسانه دي؟ يعني تجيبوا اعمار متسابقه يعني في لازم يجيبوا انا واشوف شكلك بعديك 20 سنه يا طنط، يعني المفروض يجيبوا لك واحده في سنك والمفروض يجيبوا لي انا واحده في سني علشان ما ينفعش النفسانه اللي انت فيها دي. انت منفسنه جدا، انت منفسنه. نطلع هوا ازاي بس يا استاذي؟ نطلع هوا؟ طب يا استاذ مجنونه. طب نقف هنا بس. طب مجنونه تعالي بنت، تعالي يا بنت تعالي. ايه ده ايه ده ايه ده حبيبتي فعلا اولد فاشن، اولد فاشن فعلا، انت اولد فاشن فعلا. ايه ده؟ ايه الرموش دي؟ رموش؟ يخرب بيتك وامر حواجب. انت رسمها عند مين؟ اوعى تكوني في البارون. ايه ده؟ عارفه دكتور هايل في البارون يا بنتي، ده انت متلزقه يخرب بيت دماغك. طب ممكن انت قبل ما توصلي عندك 30 35 سنه. طب هنطلع هوا خلاص. انت ايه مضايقك؟ انت ايه مضايقك؟ ايه اللي مزعلك؟ طب الاعلانات خلصت اللي عندنا. انت اللي متضايقه. عايزه اطلع هوا. على فكره انت لو مش متضايقه ما تقعديش تغلطي كتير. عايزه اطلع هوا. عماله تغلطي 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 تغلطي. عيب 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 يعني عيب عيب. ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت مش طبيعيه. انا عايزه ريحتك تبقى كده. انت فعلا مش طبيعيه. انت ريحتك وحشه، اوعى بقى. انت مش طبيعيه. انت مش طبيعيه. انا عظيم. انا بصي انا بحلم بيكي. انت مش طبيعيه. النادي يا اخشي. ايه ده انت بتعملي ده؟ ايه ده؟ تعالي نجيب الجيران. ايه ده؟ جيران مين؟ الجيران. لا 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 انا مش مصدقه. انت مش طبيعيه. ده ايه ده؟ لا يا ايه ده؟ ده كاتشب. كاتشب. اوكي. بلاش عشان خاطر شيء، والله انا احترامه ليه بس. ربنا. ايه ده؟ لا لا انا مش مصدقه. يا ربي. بجد والله. الله انت عارفه بجد انا هقول لك حاجه، انت لو انت مخلفه اولاد ولاد الله يكون في عون البنات اللي هتتجوز ولادك وانت تبقي حماتهم. انت حما فظيعه، انت لو بقيتي حما فظيعه. بيموتوا فيا غصب عنك، مش عارفه ليه. اكيد بيضحكوا عليكي وبيقول لك ان انت اختهم الصغيره، بيهموكي. مين دول يا هبله دي؟ اكيد انا بتكلم على اللي هيتجوزوا ولاد يعني. لا لسه ولادي صغنن. صغنن ها؟ انت واهمه نفسك بالوهم ده يا بنتي. دي الحقيقه. طب اعمل ايه؟ ارجعهم واجيب بدلهم؟ هنطلع دي هبله دي ولا؟ طب اما نشوف انت ان شاء الله هتطلع منك ايه، من كعبتك ايه ده. انت لو طلعتي بتهيالي بسريايه يا بكده. طب ممكن بقى تصبري عليا عشان اخلص البرنامج وبعدين نعمل اللي انت عايزاه. اصبر بقى يا شيف، خليك بقى فير. اصبري عليا انا مش مصدقه. اوكي انفير. وانا بستاذنكم بس اخلص البرنامج واعمل اللي انتوا عايزينه. برنامج ايه؟ هو لسه في برنامج؟ لا انت بتهرج. لا طب ثانيه واحده، انت كل ده بتصور؟ لا 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 ما بيتصورش، احنا داخلين دلوقتي. لا 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 انت خايفه الناس تعرف حياتك. خايفه الناس تعرف حياتها. طيب يا جماعه خايفه الناس تعرف حياتها عشان هي مدعيه. انا اللي مدعيه. طيب لو سمحت ممكن ما تكلميش الضيفه؟ ممكن نقف مكاننا؟ انت هبله يا بنتي. ممكن نقف مكاننا يا جماعه؟ دول حاجه الاحسن الحواجبها والمصحف هتقع والرموش اللي عاملاها ايه؟ ممكن بس دقيقه واحده؟ ممكن دقيقه واحده هقول لك على حاجه بس دقيقه واحده لو سمحت. أنا لو سمحت فضل. وارجع لكم يا جماعه من الفاصل، وعايز اقول لكم كمان ان احنا كان معانا النهارده مدام ناهد، واسم حضرتك ايه؟ سمر. مش نهى؟ اسمك ايه؟ ربيع بقى بالمره. اسمك ربيع. خدي له قلمين. طب ثانيه واحده بس، استنى انا بروح لها شويه عشان هي دي السياره. صلي على النبي بس. الاستاذه ما اسمهاش سمر. انا اسمي نهى. وانا مش شيف. وانا واحنا بنهرج معاكي ممثله وبهرج معاكي بنهرج معاكي. صورته بجد؟ صورته؟ احنا بنطلب من حضرتك انك تسامحينا. لا مش هسامحكوا طبعا. ليه بس؟ لان هي فعلا استفزتني وانا غلطت فيها بدون سبب يعني. لا لا لا. هي من بره مستفزيان. ده شغلها. بصي حضرتك احنا بنهرج وانا داخله هنا عشان استفزك فعلا. عايز اقول لك يعني دي حقيقه. انت زي القمر. احنا كنا عايزين نطلع الرياكشن الحلو بتاعك ده بس. وانا عايز اقول لك على معلومه، وانا فعلا داخله استفزك. انا ماسك في عزومه العشاء اللي انت عايزه تعزمني عليها، وبعد وانا اسفه جدا. طعميه وطعميه. انا موافق.